شاركت قبل كده في عمل تطوعي؟ كنا بنعمله في رمضان، كنا دايما بننزل للناس الغلابه، كنا بنجيب لهم اكل ونروح نفطرهم الاول قبل ما احنا نفطر وهكذا. قعدنا نساعد اليتامى، الناس الغلابه. طبعا لا، ليه مجال واسع جدا، يعني حتى في رمضان معظم اساسا الاعلانات بتبقى عن العمل التطوعي. في رمضان دايما بنبقى كتله جماعيه ان احنا نساعد الناس التانية. يعني انا عن نفسي في الصعيد بتمنى انه يكون ده دايما دايم، لكنه في شهر رمضان بيكون زايد جدا وبيكون بفرحه. هو المفروض صراحه يعني، لان في ناس كده بتطنش الموضوع احيانا، بس هو صراحه المفروض انه يكون ليه مكانه كبيره، لان هو بصراحه بيساعد الشعب جامد جدا. يعني هو العمل التطوعي مش ليه مجال في مصر، هو واجب في مصر، هو لازم في مصر، لان مصر زي ما انت عارف بنسبه 80% منها عمال. هو خالي الصراحه قال لي كده، قال لي ننزل وبتاع، واحنا يعني يعتبر في عز الفيروس، قال لي ننزل انا واصحابي ونقف جنب الدكاتره، عشان الدكاتره برضو نصها كانت بتتعب ونصها كانت يعني بتقع. انا اتمنى، انا عن نفسي بقول لك جاي من الصعيد، اتمنى، انا اصلا خريج معهد تحاليل طبيه ودرست تمريض، واتمنى ان حد يطالبني باي حاجه.